نعم، اللوح المسطور هذا فيه مقادير الأشياء كلها، وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ، مثل الجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك في إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ، الكتابة السابقة، لكن هذه كتابة ثانية جزئية مأخوذة من اللوح المحفوظ. نعم.